اذكر المسطحات المائية التي تحيط بالدول العربية. أكو دول عربية الوطن العربي تحيط مسطحات مائية، شن هي ذني؟ ستة، واحدة من عدهم بحر الأحمر. بحر الأحمر حتى واحد، البحر الأحمر. نعم صح، البحر الأحمر الرابع. أنت شو تقولين؟ بس عندي سؤال أستاذ. اذكري المسطحات المائية التي تحيط بالدول العربية، يعني بالوطن العربي. قالت البحر الأحمر. البحر المتوسط. البحر الأبيض المتوسط. صح، رجاء أعلى من البحر الأحمر. أنت تقدرين تقررين نروح وياكم نسألكم لو تحاولي على العبادي. لا ونكمل وياكم يعني. أنتو؟ نعم. كمل وياكم. يلا إذن تفضلي. وتفضلي أخت ولاء، أهلا وسهلا. ونشوف الأخ محمد. لا تطيق أستاذ ماهر، ترى دا أشوفك ودا أسمعك كل ساعة تسوي هالشكل. لا أستاذ ماهر لا تلعب وياي يا فدوة. أستاذ محمد يلا اذكر لي المسطحات المائية التي تحيط بالدول العربية. واحد مسطح. الخليج واحد. العربي. ها؟ الخليج العربي. الخليج العربي. نعم وموجود. والأكبر محيط الأطلسي. المحيط الأطلسي. جت المغرب يمكن.